لوين يا ابو ماجد؟ عندي شغل مضطر امشي. عليك شوي، عايزك بعد ما حكينا. بعت لي 2 قهوة، ومثل ما قلت لك ما تخلي حدا يفوت. يا برسيمو. يلا لملنا على الكراكيب يا استاذ. تاجر ربي وقلبي يرضى عليك يا جبل يا ابن روحيتني. الله يطول عمرك يخلي لي اياك يا ستي كريم. سبع يلا 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 طولي بالك يا ام جابر. الله يحميلك ويخليكي فوق راسي. ابو علي اطلعوا مع الشاب ساعدوه بالاغراض. حاضر معلم. يلا شباب يلا يلا انت شيل عنه شيل عنه هول. يلا افتح الباب. يلا عمالة. يلا شباب يلا. ارتحتي هلا؟ فشيتي لقلبك؟ مش قبل ما اعرف. بعد كل الخرمشه اللي انت خرمشتيها. جبل صار لي ساعة عم بسمعك، هلا انت بدك تسمعني. قولي. هو سؤال واحد ما في غيره. الأسبوع الماضي مثل اليوم. بتذكر ولا؟ شو اللي بدك اياه خلصيني؟ لما كنت نايمة حطك وراسي على صدرك بهاللحظة تحديدا. كمان كانت كذب؟ كانت ضمن اللعبة تبعك؟ ضمن المخطط؟ أو جزء من التمويه اللي كنت مخبى وراه؟ شو هذا اللي عم تحكي؟ انت شايفة حالك انت وين؟ شايفة حالك مع مين عم تحكي؟ شو فايدته الأخذ والعطا؟ شو فايدته؟ بالنسبة لإلي له فايدة كثير أكثر ما بتتخيل. حاجبة حاجبة احملي حالك وامشي. انت مالك متخيلة شو ممكن يصير؟ بجوز يقولوا خطفتك وصرتي رهينة عندي. انت خطفتني خطفتني وضيعتني. في لحظات عشتهم معك مش ممكن انساهم بحياتي. كل ما بفكر فيهم بقول لا مش معقول، مستحيل يكونوا كذب. طلع فيي. أنا هلا بدي أعرف أي لحظة تحديدا كذبت فيه علي. شبل أنا ما جيت لهون لحتى أقول لك ليه عملت فيي هيك؟ أو عاطبك أو لومك لأنك كذبت علي. أنا بتفهم يلي صار. بالفترة اللي قطعت كنت كل الوقت عم بجرب حط حالي محلك، ولقيت انه عن جد انت ما خصك. انا يلي كنت عفوت لعندك اول مرة وتاني مرة وكل الوقت ولاخر يوم، انا يلي كنت عفوت على حياتك. طبيعي ما تقلي مين انت، وطبيعي تجرب تهرب مني، وطبيعي تعمل كل يلي عملته. وهيك شفتي هي للعبة. شو بدك هلا؟
أنا مش عم بحكي عن هول التفاصيل، أنا عم بحكي عن شيء تاني. أنت بتعرف شو قصدي؟ أنا ما بعرف شيء ولا بدي أعرف شيء. أنا بعرف شيء واحد، أنت هون بالمطرح الغلط. بأي لحظة ممكن يصير شيء لازم تمشي. قلت لك مش رح فل من هون قبل ما أعرف كل شيء. لما كنت نايمة حدك وعيوني بعيونك، هيدي اللحظة كانت إلي. ولا بهاي كمان كنت عم تكذب فيه علي؟ كنت عم كذب. أنت جبرتيني أعمل هيك. أنا كنت جاي يومين وراجع، طلعتيلي والباقي بتعرفي. كذب؟ إيه أنت هلأ بتكذب؟ وهيدي أكبر كذبة بتكذبها بحياتك. فيك تفسر لي اشتركت هون ورحت لعندي والسكين على رقبتك؟ ليش خطرت بحياتك لحتى توصل قدام باب بيتي وتتصل فيي وتقلي أنا عندك؟ هربت من كل العالم إلا مني. هيدا اللي خليني أرجع أجي نبش عليك. بكفي بكفي خلاص. لا ما بكفي، ما بكفي ابدا. كل عمرك كنت تقلي انك مجبور، هلا مجبور تقلي كل شيء. كل اللي كنتي حاسستيه أنا كنت حاسه مثلك عالظبط ومن أول يوم. يعني قول يعني أنا بحبك. فهمي، أنا ما تفكري لحالك اللي متضايقة ومقهورة. أنا كمان كنت مقهور ومتضايق. أنت مالك حاسة فيني؟ بس ما كنت حاسة فيني. حطي حالك مطرحي، طلعت لي أحلى وأكمل مرة بالعالم. شو بدي أقول؟ شو ساوي؟ جربت أكذب. أنت كنت مرتاحة، أنت كنت مرتاحة بتقدري تقولي وتحكي وتطلعي. أنا ما كان قدامي إلا أني أعمل حالي مالي فهمان. هي الحقيقة. وليش ما قلت؟ كيف بتقدر تعمل بحالك هيك وفي؟ كيف؟ شو؟ بدي أقول؟ بدك يعني قول هي قلت؟ رجعهم للكاميرات وقول قدام كل الخلق والبشر إني أنا بحبك يعني؟ هذا شو بيقدم وشو بيأخر؟ ليكي وين نحن؟ فتحي شوفي نحن وين؟ الله يخليكي ولا دمعة. أنا موت عندي ولا شوفك عم تبكي. الله يخليكي خلاص اهدي. هذا ظرفنا وهذا اللي صاير. معلشي بدي اياكي تهدي بس. ليك طلعي فيني. انا ما بعرف اذا بطلع عايش من هون. ما بعرف. ما بدي تكون اخر صوره عم شوفها انك عم تبكي. فهمي اياي. ايه واهدي. قلت لك يا انا أنا هلأ صرت منيحة. بدي تنوهي لي على حالك. أنت كمان.
هلا طلعت من عنده. روق يا ابو ماجد، روق، ما في شيء تقلو حل. انت بتعرف حساسية هالموضوع عندي، وانه ما فيني احكيه قدام مين ما كان. ما تعتلهم، انا حدك. نحن مش بس اصحاب، نحن مثل الاخوة، وانا من واجبي اني ساعدك. ما بتقصد. بالمناسبة كرمال شو طلب مني نحضر اللقاء سوا؟ والله صراحة ما بعرف شو بدي اقول لك. انا كنت ناوي زورك حتى نحكي بخصوص الست نور، بس قلت بتاكد بالاول. تتاكد من شو؟ بعد في شيء ما بعرفه؟ انا مش غريب عن القصه يا ابو ماجد. انت حاسس بشيء مش طبيعي. حاسس، بس ما عندي دليل. لما فتشنا بيت جبل اللي كان مخبى فيه حد بيتكم، لقينا غراضه وشوية غراض تانية لوحدي. ست كانت عايشة معه، وبين هالغراض لقينا هالقتل. فينا نعتبر هيدا دليل؟ منع الشوشرة بحكم علاقتنا، أنا قلت بترك الأمر لإلك، أنت تحله على طريقتك. كرمال هيك نور عندك، أما بالنسبة لجبل فما تشغل بالك فيه. من هلأ لبكرة رح تسمع خبره، عايش أو ميت. اللي كنتي حاسستيه أنا كنت حاسسه مثلك هالظبط ومن أول يوم. يعني أنا بحبك، فهمني، أنا بحبك. هذا شو بيقدم وشو بيأخر؟ ليكي وين نحن؟ فتحي شوفي نحن وين؟ تفضل. سلامات. اهلا اهلا جمال، كيفك؟ تمام. شو؟ لا بحضرت اللقاء. لا، سمعته بالراديو على الطريق وانا جاي لهون. المعلم زيدان ناطرك. كيف الجو؟ عرفت لي شو بده مني؟ ما تخاف، حضر اللقاء وضحك، مبسوط كثير مني بالاختك. تشرف. بس اطلع بشوفك.
منيح اللي جيت، كنت بدي اطلبك. معقول ما كون ناطرك بعد كل هيدا؟ يعطيك الف عافيه. يا لطيف على يلي صار اليوم. خير؟ على فكره كنت متوقع. لا شو بدي خبرك، يعني ما كنت متوقع ابدا انه في هيك شيء ببيروت. غير دنيا وغير عالم. بدك تقولي لي؟ بعرف هيك مطارح واكثر. مش قصة عشوائيات او فقر، هو هول الناس قد حالهم مش عايزين حدا. يعني بتحسهم هيك عايشين ببلد بلد تاني، إلهم كل شيء فيه. دخلي كيف اجى على بالك تفوتي هيك فوتي؟ فكرة مجنونة ها؟ مش هيك؟ بس مش سكوب حلو للبرنامج بعد البريك؟ فعلا. طب وكيف لقيتي؟ لا جبل؟ مثل ما كنت متوقعه تماما. رايحه وعارفه شو بدي اقول. كيف يعني؟ يعني اخذت منه يلي بدي اياه. خبطه غير شكل اعلاميه. غريب هالزلمه. قادر يتحرك ويحكي ويعمل كل شيء على ذوقه. الزلمه ياخذ راحته اكثر من اي واحد بالبلد. لا لا مش لهالدرجه. انا شفته كيف عايش، مش قادر يتحرك. بس كان ياخذ شقه بنص بيروت وعايش فيها بالطول والعرض. تخيلي لقيوا البيت سلاح بيفتح جبهه وما هيدا زنط الزلمه ولا على باله. بالمناسبه ما كان لوحده، في غراب ست كانت معه لقيوها الشرطة. من بيناتهم هيدا الخاتم، خاتمك، خاتمك اللي أنا اعطيتك إياه. عجبك؟ شو؟ عجبك؟ شو صار لك سكتي؟ أصغر مني؟ أقوى مني؟ أغنى مني؟ احكي إذا ما بتفل من هون عدل حالي. ايه نعم نعم سيدنا. حاضر حاضر. ترامي سيدنا. ما بدي. بدك تاكل معنا سيدنا؟ لا لازم امشي. لوين؟ عند سياده العميد، طالبني قال بده ياني عنده بالمكتب. ما قال لك شو بده؟ سالته وقال الموضوع ما بينحكى على التليفون. طيب فيك تروح وتجي ما تقتل هم، نحن بجهوزيه تامه. ماشي. شيلي السكينة من ايدك، شيليها. ليه انقلبتي هالقلبة؟ هيدا مش أول لقاء مع حبيب القلب، أو لأني كشفتك، أو يمكن الخوف بيعمل هيك. فشلت. أنا مش خايفة من شيء. بتعرف ليه؟ لأنه بحياتي ما غلطت إلا معك أنت، وهالغلطة بعرف كيف صلحها. شوفي نور، وعي تفكري إني رحنا كيف حالي وخزي ثيابي وإنه يابا خنتيني ونمس بشرفي أو شيء من هيدا الحكي. لا لا لا، ما يروح فكرك لبعيد. أنت مش مرتي ولا من عائلتي. انت بالنسبه لي مثلك مثل اي وحده تحت ماشيه بالشارع. انت مشكلتك بس انك كذبتي علي، كذبتي على ثروت،
انت استغليتيني، خلفتي بالوعد والشرط اللي بيناتنا. مش عم تخرب تقول انت اي وعد واي شرط. عم تحكي معي مثل كاني شي سياره شاريه ولا شي غلط شاريه لحتى تصمدوا ببيتك. لكن لا اصمدوا على الشاشه. الدنيا كلها بتعرفك وقت كنت تحمل الميكرو وتركضي ورا الناس تسأليهم شو طبخين وشو شارين تياب للعيد. يوم وليلة وعي وليوكي إعلامية مهمة وعلى واحدة من أهم المحطات. هيدي الحقيقة. إذا أنت نسيتيها الناس ما نسيتها بعد. الناس بتعرف مين نور رحمي هلأ. كل حاكي اللي عم بتقوله هلأ ما بقى يهم. نغمة جديدة والله. أنا مش عم بنكر إن أنت ساعدتني لحتى أوصل لهون. ولا ناسي شو عملت كرمالي. بس أنت كمي ما تنسى قديش دفعت. دفعت كتير. وماني مستعدة ضل عم بدفع هيدي الفاتورة كل عمري. يعني؟ يعني لهون وبس. خلص ما رح اسمح لك ضلك شاريني وشاري شبابي ومستملكني كل العمر. انا بحق لي كمل بقيه حياتي حره. لك يا نور انا ثروت انا ما بينقل لي هالحكي. شو بدك اياني اقول لك يعني؟ جاي عم تضرب وتهدد وتغلط فيي. عم تحكي معي مثل كأني شي وحدة من هول ال... ايه قوليها. لكن شو بتفسر اللي عملتيه؟ تركتيني عم فوت واطلع لعندك، بتطلعي من ورا ظهري عايشة حياتك معه؟ شفت؟ أنت قلت حياتي. حياتك اللي أنا. لك أنت ما فيك تظهر معي لحتى نشرب فنجان قهوة. صار لي سنين مقبورة مزروبة بهيدا البيت، حدك بالسيارة ما فيني كون. هيدا كان شرط بيناتنا، شو اللي تغير؟ ما هيدي هي المصيبة. إنه أنت منك عارف شو عامل فيي. من يوم يلي تعرفت عليك وأنت بتوعدني وبتقلي حكي على أساس إنه هو كرمالي. إيه وشو النتيجة؟ ضل حلم؟ ما حققت لي كل أحلامك؟ النتيجة إني طلعت ورقة مخبية بجارورك بتطلعها ساعة اللي بدك. النتيجة إنه ما قدرت تعترف فيي حتى قدام ناطور البناية. بتفوت وبتطلع من عندي مثل الحرامي كرمال ما تنزع سمعتك فيي. سمعتي وسمعتك. يرضيك يعني يقولوا عن نور رحمي انه على علاقه مع حدا؟ اكيد لا. كرمال هيك كنت ناطره اكون بحياتك بصفه رسميه اطلع فيها قدام الناس. بس طلعت مرتك وعائلتك فوق كل شيء. ما بيجوز اي شيء ينزع لهم حياتهم. طبيعي. هيدا حقهم. 100% وحقي انا كمان. بمعنى؟ يعني خلص. كل واحد فينا عنده حياته وهو حر فيها. حر فيها؟ ما تخيلتك تكوني مغرومة هالقد. ما تخيلت جنونك يرميكي بمطرح ما تقدري تقومي منه. وليه؟ أنا بنهيكي من على وجه الأرض. ما بقى بتقدر. ما تشربيني. انت ما تخليني اعمل شي غصب عني. نور يلي بتعرفها تغيرت كتير. يعني خلاص بدك تروحي فيها للاخر؟ الموضوع بايدك. فيك تنهي كل شي على رواق ونضل اصحاب كل العمر، على القليل كمان العشره اللي بيني وبينك. رح اتركك تجربي كرمال تعرفي قيمتي بلاي وأهمية اسمك يلي شد ظهرك فيه. جربي شو فيها. جربي حياتك إذا شلت إيدي عنك. هيدا حقك. بس بعد كل اللي ناوية تعمليه رح ترجعي لعند صباطي تبوسيه وتطلبي مني إني سامحك. you
سيدنا بهالبساطة؟ بدي فوت قلن سلموني إياه؟ أنت ما تقلن، أنت بتفوت بتقابل الشايب تحديداً وبتتفاهم معه من راسك لراسه. عفوا سيدنا، بس مش غريبة شوي؟ يعني نحن كرمال شو محاصرينه؟ أنت بتعرض عرضك عليه، وإذا ما قبل بتعمل اللي أنا قلت لك عليه. أنت مخول بالتصرف مهما كانت العواقب، نحن رايحين للآخر. أوامرك سيدنا. أمي وين عدة الحفر؟ عدة الحفر؟ بالحديقة ورا. ابني لشو بدك إياها؟ علي خير في شيء؟ حايت للشباب وتعالوا ساعدوني. يلا علاء عبد تعالوا شباب. اليوم ماني مأخرة، حخلص وصلتي بكير وارجع نتعشى مع بعض، اوكي؟ شاهين عم تسمعني؟ شاهين؟ 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 بعرف اني قليل زهو، بس انت تعودتي علي. شكرا لكل اللي عملتيه كرمالي. اني لو شو ما عملت ما بعطيكي حقك، بس يا ريت عرفتك بغير وقت. ضلي بخير شاهين. بلال عمل له شاي لسيادة العائد. الله يرفع عليك. وهلا فينا نكفي حديثنا؟ هلا بكل عقلك عم تحكي. كفي كفي يا ابو طلال، انا مش عم امزح. الموضوع عن جد مش مثل كل مرة. يعني المطلوب هلأ تبعت رجال يدقوا بالزلم وسلمك إياه؟ أنت بتعرف كم اسم إلكم بلائحة المطلوبين، وآخرهم جبل وخيو. نحن هلأ عم نعرض عليك، بتسلمنا جبل بعد دقيقة بينفك الطوق الأمني عنكم ولا كأنه صار شيء. اسمع يا وطن، أنت بتعرف حالك لوين فايت؟ على القليل بتعرف حالك هلأ مع مين قاعد؟ أنا ما بدي هدي، ما بدي اقول لك شو فينا نعمل وشو فينا نسوي، لكن نحن عيله مش عصابه، واللي بصير على واحد فينا بصير علينا كلنا. يعني لا جبيل ولا اخوه ولا اي شاب من عيلتنا تلمسوا الا على جثثنا وعلى جثتي انا قبل اي شاب من الحي. انت قلت اللي عندك وانا رح قلك اللي عندي. بتحب توثق فيي او اصطفل؟ قصة جبل تحديدا صار فيها قرار من فوق، فوق كتير، وبعد المهزلة يلي طلعت عدتي فيه ويلي كل لبنان حضرها، عنا اوامر بتغيير جغرافية المكان بحال رفضتوا تتعاونوا معنا، فرح انصحك هالنصيحة.
من هون للمساء. يا بتسلمونا إياه يا رح نباشر بمداهمة كل بيت بالحي. كرمال هيك صرف بمعرفتك. يا شايب أنا عم اختصر دم من عنا وعندكم. تعاون معي وفهم علي. موضوع عندكم أنا مستحيل سلم. خبر البلدية يجي يشوفوا الزاروب يلي ورا بيتك على الشمال. عم بيقولوا ما في كهرباء والأضوية كلها مطفية. يعني بس تغيب الشمس بتصير كلها عتم. ما بتعود بتشوف إصبعك فيها. عم تفهم علي؟ سيادة العقيل، شاي تشربوها بالفرح. يلا شباب ضبوا العدة قولوا يا رب. بدك تجنني يا أمي؟ شو بيطلع براسك؟ لو شو ما كانت الخبرية بضل هذا شاهين. بعرف والله يرحمه، بس هالشي ما بيخصنا. لشو وجع الراس؟ أمي لو جبل كان هون كان سوى هيك وأكتر. معروف التعليمات سيدنا. اطلع بلغ اللي فوق، ممنوع ولا بني آدم يطل من الشارع. شو هالسيارة اللي وصلت؟ بعدوني هيك. روان يا ست. بدي فوت لجوا. خير؟ ممنوع لو سمحتي، تفضلي لورا. كيف يعني ممنوع؟ عم لك بدي فوت. هيدي أوامر، اعملي معروف بلا قصص، تفضلي لورا. لك شو نص على كيفك؟ عم لك بدي فوت لعند أهلي لعمها. وطي صوتك يا ست. لوين فايتي؟ أنا منى شيخ الجبل وبدي فوت هلأ لعند أهلي. بعرف مين أنت، بس ممنوع. ما فيك تمنعني يا ست. أنت الهيئة مش عارفة شو اللي صاير. لأني بعرف أني جاية لهون. عنا أوامر بتمنع أي دخول على الحي حفاظاً على سلامتك أنت وغيرك. يا كاخي أنا حابة موت، أنا حابة موت مع هالي حدا له عندي شي. شرفي معي لو سمحتي. إن شاء الله لا أنت ولا حدا رح يموت، بس فوتك لجوا رح تسبب لك مشاكل أنت وأهلك. كيف يعني؟ يعني ما في داعي للخوف. القصة قصة وقت، ما في أشرح لك أكثر من هيك.